مرحبا، أنا محمد عساف معكم بـ Split Decision مع سبوتيفاي. مدريد لا صيف اثنين بس قهوة أكثر زيتون مساء أكيد كلمات بسه فول حمص فلافل وشاورما أبيض كتاب فوتبول اثنين بس يمكن بفضل الدبكة أكثر شط بتسأل أسئلة بس لذيذة بس أنا بحب الزعتر والمرمية بس حختار يمكن المرمية أكثر ركض أو سباحة لا ركض يمكن سوبرمان اوكي هاي الصورة لما كنت بيوم عيد الاتحاد بالإمارات 47 كنت موجود في الشارقة وكنا بنحضر الحفل تقريبا حوالي يعني 100 عريس وعروس يعني مع جمعية خيرية كانوا عاملين فرح جماعي كنت موجود بالشارقة وكنت بصور الأغنية اللي هي كانت معمولة للعرس الجماعي في الشارقة وبتذكر بهذاك الوقت كان معانا الكرو والمخرج كان معي صديق اللي اسمه أبو عمر عفانة هذه التفاصيل اللي أنا بتذكرها من هذاك الموقف يعني الصورة هاي وأنا في فنزويلا فنزويلا بلد كتير حلو يعني كبلد فيها الطبيعة كتير أنا بحب فنزويلا يعني روحتها كذا مرة بهاي المرة كنا رايحين لعرس لناس هناك وكان يعني قعدنا تقريبا حوالي أسبوع بس أسبوع كان رائع رحنا أياميها هناك على جزيرة أو على مجموعة جزر بالبحر يعني منظر أنا يمكن بحياتي شو لفيت أماكن وشو بشوف على التي في يمكن أو على مواضيع لها علاقة بالسياحة وبهيك كان شيء بصراحة بحياتي ما حسيته يعني طلعنا مجموعة كبيرة من الشباب وفرقتي كانت معي وانبسطنا كتير بس في بيومها بتذكر أكلنا قرص من قرص من بعوض يمكن لأول مرة بحياتي يعني صارت الوحدة هيك هذا الشيء ما بنساه بس بشكل عام فنزويلا عن جد كتير بلد حلوة طبيعة حلوة ومطر كل يوم مستحيل يجي يوم ما تمطر فيه أوكي هاي الصورة بلندن لندن أنا سيتي كتير بحبها بحب أروح دائما هناك إلي أصدقاء هناك كتير صراحة وبلد بحب كتير بشعر براحة فيها يمكن من أكتر المدن اللي أنا بحب أروحها عندي أصدقاء كتير حتى الغريب بشوف هناك عرب كتير كمان ما شاء الله يمكن بشي ممكن الناس تتفاجأ أو اللي ما راح هناك كمان شغلة يعني بفكر في المستقبل إنه أعمل شيء هناك إن شاء الله اوكي هاي الصورة ايام عملت كليب رول ويذت اغنية رول ويذت مع مساري وهون كنا بالبر او بالصحراء كنا بنصور ويمكن هاي حقيقة كانت اول مرة بطلع عليه هذا الماتور يعني بالتحديد هذا ما بعرف كيف سوقته بس انجنيت وعملت حركات يعني غير اللي انشافت بالكليب يعني بشكل رهيب عدت اطلع واتحرك وغرزت معي بالرمل ومليت حالي تراب وحالتي حالة
بس كان يوم جميل، بس صارت فيه حادثة يمكن لأول مرة بدي أحكيها صراحة، يمكن الناس ما بتعرف أو كثير من الناس ما بيعرفوا. أنا بهذا اليوم حقيقة لما جيت أرتاح بين الوقتين إنه صار معي حادث سيارة، الحمد لله رب العالمين، يعني كانت إصابة طفيفة، بس هذا الحادث كان صعب كتير صراحة. يعني كانوا معي أصدقائي، كان معي مدير أعمالي، وكان معي أصحابي، وما مش أنا اللي كنت بسوق، بس صار معنا حادث يومها. وتخيلوا بعد ما كان في إصابة بإيدي ورحت على المستشفى وجت الإسعاف وقصة يعني، بس إنه بشكل عام بعد ما خلصنا أخذت دش ورحت كملت تصوير كليب. هاي صورة يعني مختلفة ومن الصور اللي كتير أنا بحبها وعزيزة علي. هي كان أول مرة بغني بأوبرا دبي، كان حفل يعني خيري لذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم. كان ريع هذا الحفل بروح لمشاريع خيرية إلهم لهاي الشريحة. سعيد كتير وكنت مبسوط كتير بهذاك اليوم. أوبرا دبي إشي على فكرة معلم كتير رائع وكتير بجنن، يعني الجمهور كان مبسوط، كان جو كتير من الفرح. يمكن هذا يمكن أكتر جو أنا بحبه لما بكون على المسرح، وهون يعني بالتحديد لأنه كمان أوبرا دبي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.